نحن الآن في قرية الرعي، قرية الرعي تحت سيطرة الجيش السوري الحرب مختلف الألوية والفصائل. جرت هنا في هذه القرية اشتباكات عنيفة جدا بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وبين الجيش السوري الحرب، ما أدى إلى هجر أهلها كاملة. القرية حاليا مهجورة تماما. الثوار هنا من داخل القرية يردون على قصف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية للقرية بصواريخ كاتيوشا وبمدفع جهنم. يتمركز عناصر الدولة الإسلامية حاليا في قرية أتويران الذي يبتعد من قرية الراعي 2 أو 3 كيلومتر، حيث قام الجيش السوري الحرب ودبابات الجيش التركي الذي أعلن مؤخرا عن استهدافه لعناصر الدولة الإسلامية. تم استهداف عناصر الدولة الإسلامية في تل عيشة وفي مفرق وقف، حيث تراجع تنظيم من أطراف قرية الراعي إلى قرى أكثر بعدا، حيث يتمركز الآن على بعد 2-3 كيلومتر من قرية الراعي. الأهالي ينادون الجهات المعنية والطرفين لوقف الاقتتال والعودة لبيوتهم، لأن القرية تحتوي على عدد كبير من الناس تم تهجيرهم بسبب الاشتباكات.